السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الريليشنز في الداتابيز. احنا عارفين طبعا الوان تو وان، عارفين وان تو ميني، ميني تو وان، الحاجات الريليشنز العاديه دي اللي كنا بنعملها. هنضيف عليهم بس وان تو وان اور نون، دي هنتكلم عليها برضو. بس نبدا كده في الاول نرفرش كده. اول حاجه الوان تو ميني او الميني تو وان، اكزامبل بسيط عليها ان المفروض البني ادم بيبقى ليه جنسيه واحده، ولكن الجنسيه عادي ان يشيرها اكتر من بني ادم. يعني عادي ان يبقى معايا في التيبل الواحد 100 200 الف واحد معاهم نفس الجنسيه، ولكن المفروض يعني ان كل واحد معاه جنسيه واحده. فده اكزامبل على الوان تو ميني او ميني تو وان. عندك بعد كده الوان تو وان بقى هي اللي هيبقى فيها ريستريكشن مهم جدا. علشان اقول على التو تيبلز اللي معايا ان دول ينفع يتم ما بينهم ريليشن 1 تو 1، يبقى لازم ان كل رو في التيبل الاول يبقى ليه ماتشنج واحد بس في التيبل التاني، ولازم يكون واحد وما ينفعش ما يبقاش ليه. يبقى علشان يتعمل 1 تو 1 لازم اي حاجه هربط بيها، بربط ما بين بيرسون اي دي في جروب في تيبل 1 وبيرسون اي دي في تيبل 2، يبقى لازم اي بيرسون اي دي في تيبل 1 الاقي له نفس الرقم بالظبط في تيبل 2 ويكون مره واحده بس، يماتش مره واحده. كل رو في تيبل 1 لازم يماتش في تيبل 2 ويماتش مره واحده. ده الشرط علشان ينفع يتعمل 1 تو 1 ريليشن. مثال مثلا البني ادم والرقم القومي بتاعه، فانت علشان تماتش مع الرقم القومي مفيش حد غيرك بيبقى مقليه الرقم القومي ده. فبالتالي لو انا هماتش ما بين تيبل فيه اي دي مثلا معين واسمك وتيبل تاني فيه اي دي ورقمك القومي، فالمفروض ان انا كل انتري في التيبل الاولاني هعرف اماتشه بانتري واحدة بس في التيبل التاني، ويبقى انا كده حققت ال 1 to 1. الريليشن اللي ممكن يبقى فيه ناس مش عارفينها هي ال 1 to 1 or none. هي من اسمها انا بشتغل 1 to 1 المفروض، ما لقيتش اشتغل none. يعني ايه؟ جيت انا دلوقتي معايا تيبل مثلا، التيبل هنا مثلا يعني التيبل ده المفروض الاصلي بتاعه اللي تحت ده مثلا، فهو هنا مثلا في 6 اشخاص مثلا او 5 اشخاص، وعايز اربط ما بينهم ما بين البيرسون اي دي والبيرسون اي دي في تيبل تاني في اسامي القطط بتاعه البني ادمين دي. كل بني ادم فيهم عنده مثلا قطه مثلا او اتنين، فجيت اربط لقيت في ناس ما عندهاش قطط، لقيت مثلا اي دي 2 واي دي 3 ما عندهمش قطط اصلا. لو انا شغال 1 تو 1 هقول ان الريليشن دي ما تنفعش، لان جيت ماتش لقيت فيه رو ملوش ماتشنج مش هينفع. انما لو شغال 1 تو 1 اور نون، الاور دي بتديني بقى ايه فليكسيبيليتي ان انا اعمل ايه، افكس اصلا للرول اللي مضايقني ده، اسيبني منه خلاص. اتنين ملوش قطه وتلاته ملوش قطه، طب خلاص مش هاخدكم معايا في التيبل اللي في الاخر. فيطلع الريزلت تيبل كده 1 4 5 عادي. ولكن في كونديشن، لازم بما اني بقول ان هي 1 تو 1 اور نون، يبقى لازم كل رو يبقى ليه ات ماكسيمم ماتش واحد، اخره يماتش مره. ولكن هنا بديله الحريه انك لو ما لقيتش ماتشنج ليك خلاص مفيش مشكله، هكمل الريليشن بس انت مش معانا. وفي سؤال بقى ايه بيربط بالمحاضرة اللي فاتت، بيقولك هل الداتا اللي في التيبل اللي قدامنا ده تايدي؟ الاجابة طبعا هتكون لا، الداتا دي مش تايدي. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا لازم يبقى كل كولوم عبارة عن فاريبل. انواع القطط ده مش فاريبل، يعني كات 1 وكات 2 ده مش فاريبل. فبالتالي كان لازم ان يبقى كل كان لازم يبقى الاثنين كولومز دول مجتمعين في كولوم واحد اسمه كات، فبالتالي الداتا دي مش تايدي. طيب بعد كده في الميني تو ميني. الميني تو ميني ان انا
الرو في التيبل اللي على الشمال هيماتش مع اكتر من رو في التيبل اللي على اليمين عادي، والدنيا هتتقلب معايا ايه زيطة، كله بيماتش مع كله، عندي ريليشنز كتير جدا. فده لو فاكرين كنا بنعمل ايه، كنا بنعمل اسوشيتيف تيبل، ما كناش بناخد بقى الفورين كي هنا نوديه هناك، والفورين ناخد البرايمري كي من حتة نوديها فورين كي والكلام ده، لا كنا بنعمل تيبل في النص بما انها ميني تو ميني. التيبل ده كنا بنجيب فيه ايه بقى؟ كنا ناخد اي دي التيبل الاولاني واي دي التيبل التاني، وبعدين نحط الكولوم اللي فيه الريليشن نفسها. فالريليشن هنا كانت ايه؟ الاماونت، عايز اعرف ايه لكل كات، كل قطة معينة في ايه الالوان المتاحة منها وعددهم قد ايه. فهو عمل الريليشن دي وجمع الحاجة في التيبل اللي قدامنا ده، ده الميني تو ميني. طيب معظم الحاجة اللي احنا اتكلمنا فيها شبه البانداز جدا، ولكن البانداز زي ما قلنا هي مش ريليشنال سيستم، هي مش سيستم، هي بكل بساطة هي بتتعامل بحرية، يعني بتشتغل معاك عادي، تعمل اندكسنج، تعمل اللي انت عايزه، ولكن تعمل لك مالتي اندكس لما كنا بنتكلم على هيراركي اوف اندكس عادي خالص مفيش مشكلة، انما ما فيهاش بقى برايمري كي وفورين كيز والكلام ده. ده يعتبر الاختلاف لو واخدين بالنا، يعني ده لحد دلوقتي. الرول اللي يلخص لك كل ده بيقول لك عايز تعمل الشغل التقيل بتاعك، عايز بقى تعمل تران كويري تقيلة على ملايين الروز وتتعامل مع ملايين الفاريابلز والكلام ده كله، اشتغلوا احسن على داتابيز، خلص الكويريز بتاعتك على داتابيز. عايز بقى تعمل سلايسنج وبريباريشن للداتا وتظبط الحاجات هنا وتشيل نالز وتحط مش عارف ايه والكلام ده وتعمل فيجواليزيشن، اشتغلوا بالبانداز. يبقى ده ملخص الجزء ده، ان مطلوب منك بس الحاجات التقيلة كلها تتعمل ايه على داتابيز، وتخلي البانداز للاستخدامات ايه التجهيز بقى، لو انت بتجهز الداتا بتاعتك ان هي تتعرض. هنتكلم بقى دلوقتي على الاس كيو لايت، هو اون ديسك ار دي ام اس، يعني ما بيشتغلش على سيرفر، مش الابروتش بتاعه. في حاجات كتير او معظمهم، معظم الحاجات الموجوده زي مايكروسوفت سيكول والحاجات دي بتشتغل على سيرفر، بتعمل سيرفر وتشتغل عليه. سيكول لايت ما بيشتغلش كده، هو بيشتغل على الديسك، يعني على طول انت تقول له انا عايز الفايل الفلاني هو بيفتح لك كونكشن ويعيش حياتك، يشتغل الابليكيشن على طول، ينتر اكت مع الفايل دايركت. طيب ده اكيد ليه ادفانتج ان انت تقدر ايه تشتغل كونكرنسي براحتك على الداتا اللي معاك، ولكن الديس ادفانتج يعني الوحيده اللي ممكن تكون قدامك يعني هي انك هتسطبه مثلا، ده ان كيس انك ما معكش نت، يعني هي حاجة طبعا ضحك يعني بس ماشي. ده الاوردر اللي بتنستول بيه. وبعد كده كل شغلك، ميزة بقى مهمة جدا هنا، كل شغلك بالسيكول العادي، نفس السيكول اللي كنا بنكتبه مفيش اي تغيير. طيب هو بيخش ازاي معاك في الـ في البروسيس نفسها؟ هو انت بكل بساطة بتحط السيكوال فايل، بيبقى معاك الفايل اللي انت فاتح بيه كونكشن، بتدخله على الكود بتاعك بتاع البايثون، يعني انت بتلود الحاجات دي مع الكود بتاعك مع الانبوت اللي داخل لك، وتبدا تشغل الكلام ده كله مع بعض. فهو الرابطه بتكون ان الحاجه الرئيسيه بالنسبه لك هو البايثون نفسه، انت بيخش لك انبوت وبتطلع اوتبوت، بتضيف بقى للبايثون نفسه اللي معاك هنا، بتعمل له كونكشن على اس كيو لايت فايل. ده بقى شويه كودينج خاصين بقى بالايه، بالازاي تتعامل بالاس كيو لايت. تمبورت الباكج وبعدين بتفتح كونكشن عادي زي اي داتابيز. بعدين معظم الحاجات بنشتغلها هنا بالكورسر، الكورسر ده كنا خدناه في الداتابيز برضو، مجرد بتعمل انستانس منه، وكالمعتاد وانت شغال مع اي داتابيز ما تنساش بعد ما تخلص تقفل الكونكشن، دي حاجه مهمه جدا، لازم الكون دوت كلوز والا الدنيا هتضرب منك، واللي انت نفذته يعني كل حاجه انت نفذتها مش هتتسيف اصلا، فلازم تقفل الكونكشن. طيب
عايز اطبق كويري، الكيرسور اللي انت عملته ده فيه فانكشن اسمها اكسكيوت، تقول له دوت اكسكيوت وتدي له في سترنج الكويري بتاعتك. الكويري هكتبها ازاي؟ هكتبها زي السيكوال العادي خالص، عايز تكريت تيبل كريت، عايز تسلكت اول فروم مش عارف ايه سلكت، عيش حياتك. وبما اننا بنكتب بسيكوال فزي ما قلنا ايه، ما بيفرقش كابيتال من سمول، اكتب الحاجه زي ما انت عايز، ولكن احسن حاجه تعملها ان انت تكتب الايه الكي ووردز كابيتال، سيلكت مثلا تكتب كلها كابيتال، كرييت كلها كابيتال وهكذا. طيب عايز تانسرت برضو باستخدام نفس الاوبريشنز اللي احنا عارفينها، اللي هو انسرت انتو كذا، وتقول له الفاليو، تدي له الفاليو ان هي مثلا هتانسرت رو كامل. فهنا بعد ما كاري التيبل اسمه كاتس بدأ ينسرت ايه رو باي رو، هتلاقيه كل رو بينسرت اهو بكل بساطة بيدي له الفاليوز بس، وبعد ما يخلص عمل كوميت. طيب عايز تديليت حاجة برضو بالاوردر اللي اسمه ديليت. طيب عايز الوب على داتا راجعة على طول، تقدر تلوب على الروز اللي راجعة لك من الريزلت على طول، بانك ايه هتقول فور الروز مثلا ان، وتدي الكورسر دوت اكسكيوت بتاعك اللي هو تنفيذ الاوردر، عادي ممكن تلوب عليه مفيش اي مشكلة. فهنا مثلا هو بيلوب على كل الروز اللي في تيبل كاتس وبيبرنتها. ممكن تعمل حركة كمان حلوة جدا، انك تعمل ايه، تقرا الريزلت في داتا فريم على طول. البانداس بتدي لك فانكشن اسمها ريد سيكوال كويري، فانت بتدي له الكويري دي كسترينج، وبتدي له الكونكشن بتاعك، الاوبجكت اللي فيها الكونكشن بتاعك، وتقول له لو عندك اندكس كولوم او اي حاجه انت عايز تعملها يعني، وهو بيرجع لك الريزلت بتاعت الكويري دي كداتا فريم، تقدر تشتغل عليها دايركت على طول وتخلص نفسك. في بقى حته كنا قلنا هنتكلم عليها في الاخر اللي هي الجوين. احنا كنا اتكلمنا على الجوين في الباندز، دلوقتي هنتكلم بقى على الجوين من ناحيه الداتابيز. اول حاجه بالنسبه للداتابيز هنتكلم على الانر، هما انواع الجوينز عموما، انر جوين وليفت جوين رايت جوين وفول اوتر جوين. طيب نبص بسرعه كده، الحاجات دي نفس الفكر اللي احنا قلناه، ما اختلفش يعني الاسم نفسه ما اختلفش، لكن احنا هنشوف ان في حاجات موجوده في البانداز ممكن ما تبقاش موجوده هنا. عندك الانر جوين، انا معايا التيبل الاولاني بتاع الكاتس والتيبل التاني بتاع الفيزيت. قال لك اول حاجه هختار الكولومز اللي انا هجوين عليها، قال لك انا هجوين من التيبل الاول على الاي دي، من التيبل التاني على الكات اي دي. طيب نتيجه الانر جوين طلعت ايه؟ طلعت 1 2 5. ايه اللي حصل؟ الانر جوين بكل بساطة بياخد الحاجات اللي موجودة في التو تيبلز، فالاي ديز اللي موجودة في التو تيبلز 1 و2 و5. ده طبعا خلي بالك دايما ان انت بتجوين على انهي كولوم، دايما في اي سؤال على الجوين تاخد بالك انت بتجوين على ايه. فهنا احنا بنجوين على الاي دي، فبالتالي هشتغل انر جوين يبقى اخد الاي ديز اللي موجوده في الاثنين تيبل 1 و2 و5، واجمع طبعا ايه الكولومز، يعني عندك هنا النيم واللاست فيزيت خلاص. طيب الانر جوين اهو جايب لك ازاي بتعمله باستخدام البانداز، وازاي تعمله بالاس كيو ال عادي. هنا كورسر دوت اكسكيوت طبعا بتاعت البندز دي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وقال لك حته هنا زياده ان انت ممكن تشتغلها بايه بالمرج على طول وتخلص نفسك، وليفت اون ورايت اون مفيش اي مشكله. طيب الليفت جوين، الليفت جوين بكل بساطه اي حاجه في الليفت تيبل اخدها زي ما هي، واروح اكمل الفاليوز من الرايت تيبل، اللي الاقيه ارجعه، اللي ما لقاهوش احط مكانه نل. فلو طلعنا هنا ادي التيبل اهو، الليفت تيبل عندي كات، فهاخد التيبل زي ما هو الاي دي من 1 ل6. طيب عايز امرج التو تيبلز مع بعض، عايز اعمل الجوين بتاعي الليفت جوين، ابدا ابص على الاي دي
معايا اي دي واحد، هات لي اللاست فيزيت بتاعته. معايا اتنين، هاتها. تلاتة مش معايا، حط نل وكمل. أربعة مش معايا، حط نل وكمل، وهكذا. فهتلاقي الريزلت تيبل هنا بسايز التيبل الأولاني، والحاجات اللي ملقاهاش، ملقاش الاي دي ده في التيبل التاني، قام حطت مكانها نل. الرايت جوين نفس الكلام بس بالعكس، الرايت بتاعي هيبقى الفيزيت، فهحط الفيزيت زي ما هو، واللي ماتش من التيبل التاني احطه، اللي مش هيماتش احطه بنال. ولكن في حاجة بقى مهمة جدا بالنسبة لتنفيذ الليفت جوين، بيتعمل على البانداز والسيكوال عادي، يعني تمشيه على بانداز، تمشيه على السكيو لايت عادي. الرايت جوين بيتعمل على البانداز بس، مفيش رايت جوين في السكيو لايت، فدي حاجة لازم نكون عارفينها كده كمعلومة. طيب عندنا اخر حاجة بقى اللي هي الفول اوتر جوين. الفول اوتر جوين ببساطة هتجمع الريزلتس بتاعت الليفت جوين والرايت جوين، يعني اعمل ليفت جوين وبعدين اعمل رايت جوين وبعدين جمع الريزلتس كلها في تيبل واحد، فهيبقى فيه كل الفاليوز اللي موجودة في التو تيبلز. ده الفول اوتر جوين، وبيتعمل اهو عادي بالبانداز. وبصراحة يعني السلايد دي ملخصة الدنيا كلها. الانر جوين اهو بياخد الانترسكشن اللي ما بينهم، الحاجات الكومن اللي ما بينهم بس. الليفت جوين ياخد الحاجة اللي في التيبل اللي على الشمال والانترسكشن اللي ما بينهم، اي حاجة موجودة في الاتنين. الرايت جوين بيعمل عكسه. الفول جوين اللي هو الفول اوتر جوين بيمرج التو ريزلتس مع بعض بتاعة الليفت جوين والرايت جوين، فيبقى فيه كل حاجة موجودة في التو تيبلز، واي حتة فاضية اي حاجة ما لقيتش ماتش بحط مكانها نل. طيب ده اكزامبل هنا ازاي ان انت تشتغل بالاجريجيتس، اللي هو ان انت مثلا ايه، هنا بيسلكت الناشونال اي دي وقال له اعمل افريج للايدج، وهيرجعه له في كولوم اسمه افريج اندرسكور ايدج من التيبل بتاع البيرسون ده، وقال له كمان يا ريت تجروب باي ناشونال اي دي. فبالتالي هو هيجمع الحاجات اللي الناشونال اي دي بتاعهم زي بعض، يجيب الافريج بتاع الايدج بتاعهم، ويرجع لي الريزلت في التيبل اللي على اليمين ده. بس بكل بساطه. طيب قال لك بقى لو انت تعرف في السيكول بس مالكش في البانداز، عندك باكج اسمها باندا سيكول، هتخليك تعيش حياتك كلها كأنك في السيكول بالظبط. تكتب الكويري بتاعتك وتبعتها لفانكشن اسمها اس كيو ال دي اف، دي هتكريت لك على طول داتا فريم وتخلص نفسك. ولكن طبعا الاحسن انك تستخدم الابروتش اللي كنا عليه فوق، اللي هو ريد سيكول كويري على طول بالبانداز، ولكن ده لو حد ملوش يعني في البندل كده. الليكتشر دي خلصت، ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على ليكتشر 6. السلام عليكم.